في أحدث انطلاقة في الأسواق الخارجية، قالت شركة ياندكس الروسية العملاقة للتكنولوجيا أنها تخطط لإطلاق روبوتات توصيل ذاتية القيادة داخل الجامعات الأمريكية هذا العام. وقالت المجموعة الروسية أنها ستشارك مع عملاق التوصيل الأمريكي جروب هاب لنشر المركبات ذاتية القيادة في 250 مؤسسة جامعية داخل الولايات المتحدة. وجدير بالذكر أن لروبوتات ياندكس سهولة في الوصول إلى أماكن من الحرم الجامعي لا تستطيع مركبات أخرى الوصول إليها. تحولت مياه البحر الأسود إلى موحلة وصبغت باللون البني جراء السيول الطينية الناجمة عن الفيضانات التي ضربت المناطق الساحلية الروسية، وتسبب تساقط الأمطار بشكل يومي وبمستويات تقارب المتوسط الشهري منذ يوم الأحد في إقليم كراسنودار الروسي ببلوغ منسوب المياه في عدة أنهار بالمنطقة إلى مستويات حرجة، فيما غمرت مياه الفيضانات الطرق السريعة والمباني. أعلنت وزارة الطوارئ في جمهورية أبخازيا أن إعصاراً قوياً ضرب البلاد وتسبب باقتلاع سقف أحد الفنادق في العاصمة سوخوم وسقوط الأشجار في أجزاء مختلفة من البلاد، كما دمرت رياح العاصفة خط الطاقة والشبكات الكهربائية، مما أدى إلى قطع الكهرباء بشكل مؤقت في الجزء الغربي دون وقوع حالات طوارئ. ووفقا لسلطات سوخوم فقد شاركت جميع دوائر المدينة والجيش بعمليات الإنقاذ، في حين لم تسجل وقوع إصابات حتى الآن. ذكرت شركة النفط المملوكة من قبل الدولة المكسيكية أن تسرب الغاز الناجم عن كسر في خط أنابيب لنقل الغاز تحت الماء تسبب بنشوب حريق على سطح الماء في خليج المكسيك. ولفتت شركة بيتروليوس مكسيكانوس بيمكس إلى أنها أرسلت زوارقا لمكافحة الحرائق لضخ المياه فوق النيران، بينما قالت مصادر أخرى أن العمال استخدموا النيتروجين في مكافحة الحريق. وأشارت بيمكس إلى أنه لم يتضرر أحد جراء الحادث الذي وقع في حقل كومالوبزاب البحري، ووقع التسرب فجر الجمعة على بعد 150 من منصة حفر تابعة لشركة بيتروليوس مكسيكانوس غربية شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية. وقالت الشركة أنها سيطرت على تسرب الغاز.